ايه الزمن اللي احنا بقينا فيه ده؟ ايه الزمن اللي الضربة بتيجي من قريب قبل الغريب؟ تخطفوا بنتكوا، تخطفوا لحمكوا ودمكوا، طب ذنبها ايه عيلة زي دي تعيش اللي هي عاشته؟ ذنبها ايه هي تدفع ثمن مشاكل اهلها؟ ده انا الكبيرة خارجة من جوازتي واصغر جرح فيا بعمر كل اللي راح. عيل زي دي مشاعرهم لسه بريا حاسين بيه. انا لو عايش عمري كله ندمان على حاجه، مش هندم على حاجه واحده بس، انا خلفت عيال وانا مش ضامنه ان انا احافظ على امنهم. حبيبتي يا بنتي، على عيني كلامك ده، كلامك ده سكاكين بتقطع في قلبي. انا ام وعارفه غلاوه الضلال. والله يا ماما السكاكين تقطع في قلبك دي، عيلة من دول لما بتشوف أم وأب بيعملوا إيه في بعضيهم، السكاكين دي بتقطع أضعاف ما أنت حاسة. معلش يا حبيبتي، أنت دلوقتي هتروحي مع ماما وتروحي لأختك حبيبتك عشان تلعبي معاها. عمته سناء أنت بس كنت وحشاها قوي وكان نفسها تقعد معاكي. ده أول مرة تطبطب عليا يا بوبي. يلا يا جنى، بعد كده كل اسبوع كل اسبوع هاجي اخدك انت واختك ونروح نلعب لحد الصبح. فين بقى احلى ضحكه لاحلى بنوته في الدنيا؟ يلا يا جنى، يلا حبيبتي. وصلتي؟ يلا حبيبتي، ماشي حبيبتي، ربنا.